الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد. أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عوا وأح من سنين أح أيسو قريسو أما أيسو قشي بشعبي لأيتهاي سقال إيطوان بشي شعبان وكور هسي بيش رمضان أي تهاي لحي لواتن كلمة كو آدن وقتي أنو كتر يسولوين تبشي رمضان بدين الله تعالى وأن عاو إن شاء الله تعالى جعل هنا ينسو قد بيو بشي رمضان وحي نوغد من أفر بري أما شمبري عاو سنين خميسة أما جمعة أي الأولى إلى نغطور لو بدنا جمعة بشي مركوينيد هي موسم عظيم أي إنوس آدن أو إنوس صعبة وأوباهن كترجل يقابلات يسود وين باهن بركة كلمة دعاء وحفصة عشان تهاي كيف نستقبل رمضان سنقابل هنا بشي رمضان هي بشارة كسابسا بشي رمضان خير كي وناك كتيرة قفك إنه مسلم كا قفك مسلم كا إنه كفر حا خير كا أو حاد يأت دين تويب والرسوي صدرت بإله سبحانه وتعالى وكلها كتاب القرآن كا قل بفضل الله وبالرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال بحليه سبحانه وتعالى أن الله حكتر على ذاتك بفضل الله إلهي فضل جيسو إسلام مذيئة وبرحمته النبي عليه الصلاة والسلام أما القرآن كالله الله المفسرين فبذلك فليفرحوا أرنك كفر حين بلدتكم وحكمتها مركب بشان بليه إسلام كا يكمتها هاي وحكمتها بليه ولبا خاصة قرآن كا كتاب قرآن كا الوشة هاي بله الله بيه طبعا كا السنة كا قرآن كا المومد الشينين الله بيه طبعا هو الوشة هاي لكن بشان وحكمتها بله قرآن كا الوشة هاي الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بشان رمضان وبشي لسودة جيي أيوليها الله سبحانه وتعالى قرآن كا لسودة جيي بشان مركب حيلا هاي ميزة قونئة أما خير خاص يدا كو او الى كو غار يله ايا جيره قفكه مسلم كا مركم حقوق قابلها اما سيده كو قابلها بشن ايدا وحنا رو قفكه مسلم كا اولا انه بش كو قابله فرحات يا رين يسو دوي انه كو قابله سيده ايات القران كا اي تلمامس سيده كان النبي عليه الصلاه والسلام يدك صحابه المسلمين تا اي وقت النبي جوغي وحاي هي ان كو يسو بشاريا او يسو مرحبايا بش بلاشده وحي يكون إلهي ويديت سبحانه وتعالى إنه قارسي وبشر رمضان وقارسي قفك مسلم قابرك وإنه كفر حابشنا إذا أصلا كنهن طب لقيا وإنه كنحان علشان عمتدي باكا إستاق إيسا والصوم إيسا يعني سعال البضن بصوم رانا إيسا يبح لمد إنه مارك تقلب إيسا وكتيرو قفك أسوا إنه في ريو وحا وحك وإنه وحا وهلي سعال يربى لورصوم أمرك إلهي فولي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وحقوق أبا المرة ويا أجر آدي أدو بله هو أول مرة يا بيش المك وبيش بله هو خير بنيت خرجنا أركان الإسلام ككمد عيار أحد عاق أو صوم كيا وين نسود وين أو قلب فران أين نسود وين نبي عليه الصلاة والسلام حيا فرحته موجنا يا بيش إنه فرحة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم للسائم فرحتان قف كصوما وحليه له وقت وفرحة فطرة عند فرحة عند فطره مروح فرحة يا مركو أنتم ما تصوم صومي وصوت ما يستسوم كواجب كها أو مال الأولها وسوق تي أفرك مرك أجاره أنت ذي حلال النقطة وحي مال إنك حرام كحلال النقطة أيك فرحيا فرحت اللي بعنا وميت كسيوينه عند لقاء ربه أيك فرح دونا أجر كأوهل دونا محيي لي الباب حاجة خاصة وكل أدتك صائمين تلاقي وتلاقي لي سبحانه وتعالى بل حديث قصي إله أسرع يا كل سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إلهي سبحانه وتعالى ملائكه موكالا عدك لنا أموسا وكالا بشان عملك لصمينا يو إلهي وحوله أصومك إلهي وحوله سبحانه وتعالى أنا أي أسكر إلهي سبحانه وتعالى مرك عملك عليمك وين أي أنوسا وصعوده لدونا يأني أنك فرح نوقفك وجعلاته إنه إلهي سبحانه وتعالى وقارسي الله قفك وأنه لقى بلا بشر رضان الإخلاص إخلاص النية ما دام عمل الصمين يه عبادة الصمين يه وأنه قفه إلهي سبحانه وتعالى وأجاريه وأجونيه
عمل كن ودون يا إنه قفتو ونيد وناك وكوكلا يا لدون يا ألا لله الدين لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم مركا الإخلاص أي لو باين إلا ليمادو أو قفك العبادة أو صمينا يو يا عملك أو صمينا يو وإلهي سبحانه وتعالى وأجوني يا رأي لقدون يا صدح وحال قدون يا قفك مسلم كا إنه قابل بشر رمضان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب إنه الذنوب تقمان تيد وكتوبة كينا إلهي سبحانه وتعالى وسدي بقى يا قفك مسلم كا يا لقدون يا ما أبشن كليئة لكن وقت كستاء يا قفك مسلم كا توبة لقدون يا وحي ذنبها إنه كتوبة كينا ومري isoo waxa taa dambi galin inuu soo laabto toobad keeno ayaa la doonayaa qofkii taa la yimaada wuxuu helayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigaaga hore inuu dhaafo jannadiisa ilaahay ku siiyo subhanahu wa ta'ala kama jaa fi qawlihi subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladheena aamanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru ila akhir al-aya allah xulay subhanahu wa ta'ala dadkii muuminiin tahayo توبت كينا توبت نصوح خالصة توبت كينا وشروط هذه دمشترتي هذه أضطة معدان إلى سبحانه وتعالى وحوله يغفر لكم ذنوبكم ألا ذنب جن وعافية لبا ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات إله جنوي كيسة أي إن قلنا يا سبحانه وتعالى مركن وقفك توبة ولي ما دو إلهي أصل الله سبحانه وتعالى ذنوبك وفراح كرب حبناك وكيستا وحي حمانا وحي كرد عين وكش الله يا قانا وكقاتين استندب والله ونن هذه حقوق أدماء هاي سكعلي أنتو نولي هاي أي قفك لدون يا أطوبة أولي ما دو أكو قابلو بشا مراكيسان وقت الموسم كوين إنو قفك أولي ما دو أيا لدون يا وحنا ولدون يا بشي الله قبلو حكم إذا سلامة صدري قفك حبت كيسا إيا لابتيسا إيا قلب كيسا إنو نظيفيو أو وحي حقدي إيا حسد إيا ضب وحو نحمري إنو إساقر السدو كلا وإسكا نظيفيا أيا لدون يا محيري نبينا عليه الصلاة والسلام aad iyo aad wuxuu u boriyay qofka muslimka qalbigiisa inuu nadiif u ahaado oo ahaado dadka kale muslimiinta u ahaado afwiga iyo raxmada ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay ku xiran tahay oo la socota afwiga adigu aad la imanayso iyo naxariista aad dadka kale aad u naxarsanayso saad darteed baa waxaan rabaa qofku si ugu darmado bishaan dadka la caafinayo raxmada ilaahay subhanahu wa ta'ala habeenka ugu horeeya bishana ay bilaabato yaa albaabada khayrka la furaya kuwa sharkana waa la xidhaya qalbigaagu markaa ahaado mid nadiif ah oo wax kasta aad ka sifaysay oo qof qalbi aad u haysto inuu noqdo ayaa la doonayaa si adigana ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kuu siiyo dhaafid u dhaaf adoomada naxariiso si aad adigana ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kuu naxariisto marka waxaa la rabaa khudh al-afwa wa'mur bil-urfi wa'rid 'an al-jaahiliin inuu qofku ku sifoobo oo la yimaado taas ayaa la doonayaa adoomada inuu iska cafiyo si isagana cafiska ilaahay bishan uu bixinayo adoomo badan buu ilaahay cafin doonaa oo naarta ka xoreyn doonaa su'aalo kugu dara subxaana wa ta'aala inaad adiguna dadkii cafido oo wixii hore tagay aad iska dhaafto oo qalbi saafi ah oo wanaagsan aad ilaahay tusiso subxaana wa ta'aala adoomadiisana aad u muujiso kula dhaqanto sidaasaa qofka muslimka ayaa laga doonayaa waxaaba laga doonayaa qofka muslimka inuu bishan la qaabilo xakamida al-ijtihad إنو دذال قف أولي ما دو أيا لقدهن أيا إن أد مالك مالك بشه رمضان الصيام إقراءة القرآن يذكر إله سبحانه وتعالى التي ما دو إي إنفاق في سبيل الله وحي إله كسي أد بحسو هبين كين إن التي ما دو قيام كي يدو عدي يقنوط كي التي ما دو أيا لقدهن أيا أرد هذا سمارك وحيق بها أنت هاي إن أقفك قنت يسكوعة كيو أيا لو بهين نبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره بشر رمضان وحكود دالي تري دال وصم بلاها كلا كود دالي وكود دالي تري خاصة طبقا دم مركي لقارنا دال وصم لبا تنكر وكوب حين نبو النبي وكوب حين جري عليه الصلاة والسلام بشنا يرع وبشو النبي وقرى نخلص كبنا وبشو النبي عليه الصلاة والسلام وقول عبادة بنا أو اعتكاف يوحل بيسكود دالي تريوي وفي مركو إنو لي ما دو بشان أيدا الددال سيد النبي عليه الصلاة والسلام ود دالي تري إن أذين كود ذا شو أيا للدنيا وحيبا مهم كا بيش أنقفك إنه لقى بل لقى الدنيا وحويان سيدا قلب جيسا وطاهرية إنه مال كيسا يقول جيسا وطاهرية أيا قفك للدنيا وهدي حوله حرامة أما الربا أما سيكا لكسو قلي
هدي عيسو قلينا إن اسكن نظيف فيه إصلافيه أيا لدونه يا محيري قفك عملك لقى أقبلايو وقفك حلاش عنوية سأطرت هذا الحال الرواه حول هذا يقول يا جن دي بنت الله على طه سيد قلب يقعد لنا في سي إن المال كان يقعد لنا في سوي حران الضناك السجد يا ريسو أيا لدونه وحياه بش إلا لقب لا إتاه وحوي هن الدعاء وتضرع لله سبحانه وتعالى دعاء بردا وقفك ولي ما ده قفك إن بدن الله يسوء بهم بهيو يسود يبو سيد سيد أيا لدونه يا بشان خير كذي الله ويدته سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وكذل بوقفك أضمنا نار تلقى حرائنا إنه إلهي قدر سبحانه وتعالى رحمة ديسة قوة لو قرى إله سبحانه وتعالى إنه سكوت ضيام أبينك ليلة القدر يا ليلة الحكم ليلة هذا يا كشرة إن إلهي ويديسة سبحانه وتعالى ذاتك خير كالله حكمنا يا إنه إلهي قدر قوة الشر كالله حكمنا يا إلهي قدر يا إلهي قدر سبحانه وتعالى إن دعاء أضبضيسة بشان يضع أيا لدون يا إن أضبضيسة صدقة بشان يضع أيا لدون يا سيدة صلاة يصوم كأضبضيسة سيدو كنا صدقنا بشان أضبضيسة محايا ليس صدقه بشنا ربحه وحكى خير بدن تاع صدقه بشي كهرسي اني متقدم يتل بحيي الا بحسي اي مارتك خير بدن تاعي المهم موسم كوينا يا رمضان او خير يا هبا انو سو صدا ان انو ديار غرونو او اينو كفايديسنو او اينو سو دوينو او نفتنا لغا دريمو او غريينا لغا دريمو او مالكنا لغا دريمو ايا لدونيا الهي وحوجسنا سبحانه وتعالى بشا بركيسن ان نغو سيمو نبض الهي سبحانه وتعالى ان نغو غارسيو نبي عليه الصلاة والسلام بيلو مركب بشان دعاي النبي آخرين جل سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم وإلهي ويدي سنة يا إيمان يا سلامة يا نبتقلي ويدي سنة إلهي سبحانه وتعالى رمضان خيرها يا نبتها نوقارسي كو كفا إذا استعلا نقدره كو دم بقود الله نعفق ونارت اللي وحور إلهي نقدره سبحانه وتعالى ليلة القدر كو لا فجي إلهي سبحانه وتعالى نقدره كو كتابك إلهي أوغن الله نقدره إلهي سبحانه وتعالى وحاني سينا خير أمانتي شر أمانتي نعلم كان بتقلينا مصيبة يا بلادن عالم ككوها بستي إنه إله سبحانه وتعالى وكرق على بيش رمضان خير كذا فالله ويديسننا سبحانه وتعالى رحمة أيضا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.